وللمزيد ينضم الينا هاتفيا دكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي. دكتور فرج، بدايه برحب بك في هذه التغطيه الخاصه بالتبعات الاقتصاديه للازمه الروسيه الاوكرانيه، واذا كنا نتحدث عن ما يعني مقدار ما تضررت به اقتصادات العالم، ربما المانيا من اكبر اقتصادات العالم التي تاثرت إثر هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن بالرغم من ذلك رئيس البنك المركزي الألماني كان يتحدث عن ثقته في قدرة هيئات مراقبة العملة الأوروبية على سيطرة على التضخم، ولكن من ناحية أخرى يتحدث أيضا عن أن هناك بعض العوامل التي لا يمكن للسياسات النقدية السيطرة عليها. ما هي أهم هذه العوامل، وإلى أي مدى تؤيد طرحه في أن هيئات مراقبة العملة الأوروبية اليوم قادرة على السيطرة على التضخم المرتفع؟ بداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. وفعلا ما يشهده العالم من ارتفاعات قياسية لمعدلات التضخم، يمكن مصدر التضخم هنا جاي من ناحية تكلفة الإنتاج من جهة، بالإضافة إلى رغبة بعض الشركات العالمية في تعويض ما تحقق من خسائر في وقت كورونا. يعني بالفعل يعني معدلات التضخم دي مش بالضرورة كل السياسات النقدية هتكون فعالة بالشكل كامل على أن هي تستخدم أو تحد من حجم التضخم المتوقع، يعني نتيجة لمصدره، فمصدره جاي من اتجاه تكلفة الإنتاج إلى آخره، من الأجواء الدولية اللي بيمر بها العالم كله الغير مسبوقة. أعتقد كمان إنه ارتفاعات معدلات التضخم بالشكل ده وعدم قدرة وفاعلية بعض السياسات النقدية في استيعابها بشكل كامل هيدي أو هيمثل ضغوط ومزيد من الضغوط على السياسات المالية في عدد كبير جدا من الحكومات. الضغوط دي بتتمثل في رقم واحد، هيؤدي الى ان الحكومات هتبقى ملزمه ان هي تعمل حزم اجتماعيه وحزم لدعم فئات من المجتمع، فهيمثل زياده في الانفاق العام. الشق الثاني هيبقى متعلق باسعار الفايده، لان السياسات النقديه هتحاول ان هي تستوعب جزء من ال الزيادة في الأسعار عن طريق رفع أسعار الفايدة، وده اللي احنا شفناه في عدد من الأسواق والاقتصادات المختلفة. فهنلاقي أن عبء الدين وعبء الاستدانة هيمثل ضغوط أخرى على السياسات المالية. الشق الأكبر، وده يعني اللي بيمثل جزء كبير وجزء من الضغط، هو أن الحكومات أو بعض الحكومات هتبقى مضطرة أن هي تخفض بعض الضرائب عشان ما تدخلش الاقتصاد في مرحلة ركود، وبالتالي هيمثل عندها عبء ثالث متمثل في انخفاض الإيرادات الضريبية اللي بتمثل في بعض الدول أكثر من 90% من الإيرادات العامة بتاعتها. وبالتالي التغيرات في المستويات العامة للأسعار حول العالم نتيجة للتغير في مدخلات الإنتاج بالشكل المفرط اللي موجود حاليا قد يدخل النظام المالي والنقدي في العالم كله إلى دوامة قد تجر العالم كله إلى تضخم ركودي أو ركود تضخمي. يعني في ارتفاع في المستوى العام للأسعار بجانب في تردي وتراجع في معدلات النمو في الناتج المحلي. طيب دكتور فرج، يعني يمكن حضرتك اتكلمت عن النقطة المتعلقة بأسعار الفائدة، يمكن منذ أيام قليلة شفنا الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، والمقصود من رفع الفائدة هو الحد من التضخم زي ما فهمت من كلام حضرتك بشكل أو بآخر، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي نوع من أنواع الاستقرار في أسعار السلع حول العالم. من المتوقع أن يكون هناك جلسات أخرى للفيدرالي الأمريكي في الأسابيع المقبلة، لربما في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعض الخبراء يتوقعون أنها من الممكن أن تصل إلى 3%. هذا السيناريو إلى أين سيأخذ المشهد المتعلق بالاقتصاد في الفترة المقبلة؟ خلينا نقول أنه اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة له شقين. الشق الأول هو محاولة في أنه هو يخفض جزء من الارتفاعات في المستوى العام للاسعار الناتجه عن توقعات التضخم. ببساطه
الأفراد والمستهلكين وسلوك الأفراد تجاه الاستهلاك بيميل لمزيد من الاستهلاك في حالة توقع التضخم، يعني لما بيعرف انه في زياده في الاسعار جايه فبيبدا ان هو يستهلك دلوقتي. ففي جزء من معدل التضخم اللي حصل في الولايات المتحده الامريكيه كان نتيجه لزياده في الاستهلاك. في الحاله اللي زي كده هيكون في فاعليه جزئيه للسياسات الناديه في رفع سعر الفائده، فيحاول ان هو يقلل نوعا ما من التضخم اللي ممكن يحصل. يعني لو التضخم متوقع ان هو ينتقل من 7.5 الى 10 وفيما فوق، من المتوقع بفعل السياسات النقديه من رفع الفائده انه يقل شويه، الزياده تكون اقل شويه. ده شق. الشق الاهم بقى بالنسبه للسياسات النقديه الامريكيه في حاله ان هو يحفز الطلب على الدولار وعلى السندات عشان يقلل من وطئه الحته اللي بتتعرض اليها السياسات الماليه. يعني عندنا الولايات المتحده الامريكيه يمثل يعني الاقتصاد العالمي كله، مرهون بشكل او باخر بالقرارات اللي بيتخذها الفدرالي الامريكي. نعم، وبالتالي الفدرالي الامريكي هو بيحاول يعزز من كفاءه السياسات الماليه عن طريق يفتعل تحفيز للطلب على الدولار متمثل في اصدار سندات امريكيه يكون بسعر فايده اعلى، وهو في محاوله الى مسانده العمله بتاعته في الحاله اللي زي كده، نتيجه ل انه في عندنا الاقتصاد الصيني الصاعد بشكل قوي جدا وبيمثل ضغوط على ضغوط غير مباشره على الدولار، وده اللي بيعكسه حجم التبادل التجاري لصالح الصين خلال الفتره الماضيه اللي يمكن تخطى 350 مليار دولار. وبالتالي السياسات الماليه في العالم وفي الولايات المتحده بالتحديد يعني هتقابل صعوبات قويه جدا خلال الفتره المقبله، وده اللي ممكن تقلل من حدتها السياسات النقديه من خلال رفع اسعار الفايده. من يعني يمكن احنا شفنا الفتره اللي فاتت زادت بمقدار 25 نقطه ثم مؤخرا ب 50 نقطه، ومن المتوقع جدا ان هي تزيد كمان 25 نقطة في الاجتماع الجاي أو ممكن تصل كمان ل50 نقطة. طيب دكتور فرج، يعني بلغة أبسط يفهمها مشاهدنا الكريم ونحن نتحدث عن الشق الاقتصادي في هذه الأزمة، حضرتك بتتكلم عن أنها زادت 50 نقطة، هتزيد بعد كده 25 نقطة، ما معنى ذلك؟ ما انعكاسه على اقتصادات الدول وترجمته أيضا بشكل أبسط؟ نعم، بكل بساطة جدا التضخم اللي حصل ده هيمثل ضغوط زي ما اتكلمنا على السياسات المالية المتمثلة في الإيرادات العامة والنفقات العامة في الدول، هنا بنخص الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي رفع أسعار الفايدة بيتيح الفرصة أمام السياسات المالية في الولايات المتحدة إنه تكون العوائد اللي هيحصل عليها المستثمرين اللي هيسلفوا الحكومة الأمريكية أكبر، وبالتالي هتحفزهم إن هم يطلبوا الدولار أكتر، وبالتالي يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه من الضغوط اللي بتمارس اقتصاديا على الدولار في العالم كله، فهو بيحاول ان هو يرفع سعر الفايده على الدولار. ده انعكاساته على الاسواق الماليه هيكون في خروج لرؤوس الاموال اللي بتستثمر في ادوات الدين تجاه الولايات المتحده، شريطه انه يكون التنويع اللي موجود في الاحتياطات النقديه لدى الدول زي ما هو في الوضع الحالي. ولكن لاحظنا مؤخرا انه اتجاه عدد كبير من الاقتصادات حول العالم الى التحوط بالتغير في هيكل الاحتياطي النقدي الاجنبي بتاعه، يعني ما بقاش بيعتمد على الدولار بالشكل اللي كان موجود قبل وجود الازمات اللي احنا بنعيشها في الوقت الراهن. ففي جزء تحول الى بعض العملات الاخرى زي اليوان الصيني وزي الروبل الروسي، وجزء تحول الى مزيج من هذه العملات والدولار بالاضافه للذهب. ويمكن احنا شفنا يعني تحوط قوي جدا من قبل السياسات النقديه المصريه نحو شراء قدر كبير من الاحتياطات من الذهب. طيب دكتور فرج، يعني بالنظر الى فكره فرض العقوبات على روسيا منذ البدايه كانت لتقويض الاقتصاد الروسي بشكل او باخر، الان من ينظر الى المشهد، من يتابع المشهد يرى ان اوروبا من اكبر الخاسرين والاقتصاد الاوروبي من اكبر الخاسرين في هذا المشهد، في حين ان الاقتصاد الروسي بشكل او باخر صامد امام كل هذه العقوبات الاقتصاديه، والروبل ايضا صامد
صامد أمام هذه العقوبات الاقتصادية. كيف نستقرأ هذه المعادلة دكتور فرج؟ خلينا نقول أنه العقوبات الغربية تجاه الروس وتجاه الاقتصاد الروسي هي كانت متوقعة جدا، ودلالة على هذا قيام السلطات النقدية الروسية ببديل أو صياغة بديل ملائم للتعاملات المالية ما بين البنوك وبعضها بديلا عن نظام سويفت العالمي. فأصبح في أكثر من 40 مؤسسة مالية في أوروبا بتعمل بهذا النظام، النظام الجديد. النظام ده موجود من 2014، وبالتالي في توقع لتصعيد كمان للعقوبات تجاه الروس، وبالتالي الحده وفاعليه هذه العقوبات ما جاتش في محلها بالشكل اللي كانت ترغب فيه الدول الاوروبيه. الى يعني الى بالاضافه كمان الى انه الاقتصاد الروسي بشكل كبير بيعتمد على تصدير الطاقه للاتجاه الاوروبي، والاقتصاد الاوروبي كمان اعتمد بنسب عاليه جدا في استخدام الطاقه الروسيه، وبالتالي افرط في الاعتماد على الاقتصاد الروسي من خلال الطاقة. وبالتالي متوقع جدا انه لما يرفع مزيد من او يزود من العقوبات هيبقى لها انعكاسات سلبية على حجم الناتج، وده اللي احنا شفناه مباشرة في حجم السلع. السلع ده يعني مدخلات الانتاج فيها الطاقة بنسبة 45% و40% ارتفعت على طول سلة الكاستمر برايس اندكس او مؤشر اسعار المستهلكين في اوروبا بشكل قياسي جدا. وبالتالي وكمان الطاقه هنا بتمثل مش بس انتاج السلع فقط، ولكن بتمثل تكلفه المعيشه من محطات كهرباء، من تدفئه، من استخدام الغاز للصناعه او استخدامه في المنازل. وبالتالي هنا أصبح فاعلية العقوبات زي ما حصل قبل كده أو في العقود السابقة ما بقتش فعالة بالشكل الكافي للعوامل اللي اعتمد عليها الاقتصاد الروسي في المرحلة الحالية. طيب، ونحن نتحدث عن العوامل التي اعتمد عليها الاقتصاد الروسي والعقوبات الغربية. دكتور فرج، بالرغم من يعني حظر تداول الذهب الروسي في سوق أو بورصة لندن للذهب، والتي كانت أحد أكبر العقوبات التي أوقعت على روسيا، إلا أن محللين اقتصاديين كثر ذهبوا إلى أن المعدن الأصفر كان أحد أهم العراقيل التي يعني عراقيل العقوبات الغربية على روسيا، وأن ربما الذهب الأصفر كان أحد أهم الأعمدة التي ساندت الاقتصاد الروسي في الصمود أمام كل هذه العقوبات. ما حقيقة هذا؟ خلينا نقول أنه المعدن الأصفر والذهب بالتحديد هو الملاذ الآمن لتسوية المعاملات الدولية في حالة الحروب والأزمات الكبيرة اللي بتحصل ما بين الدول وفي العالم كله. وبالتالي بداية من 2013 2014 2015 بدأ الاقتصاد الروسي أنه يتحوط تجاه الاقتصاد العالمي كله من أي أزمة ممكن تحصل، وبالتالي بدأ أنه يزود من نسب الحصول على الذهب مقابل تصديره للطاقة والمنتجات اللي عنده. يعني بكل بساطة جدا أي دولة بتيجي تستورد من روسيا بيقول له أنا عايز نسبة من الذهب يعني تزيد عن 10% ذهب والباقي عملات دولية. ومع الفترة دي كلها استطاع الاقتصاد الروسي أنه يعتمد على احتياطات دولية تقدر بأكثر من 600 مليار دولار ذهب فقط، وبالتالي جدير ان هو يواجه اي طلب عنده محلي ويستورد من اي مكان في العالم ويدفع بالذهب وما يعتمدش على العملات الدوليه. وبالتالي مثل هنا العقوبات مثلت ميزه كمان للتعامل في الدولي ما بين روسيا وما بين الغرب. ويمكن ده احنا شفناه لما اعلن القائمين على السياسات التجارية في روسيا التعامل بالروبل تجاه عدد كبير من الدول وفي مقدمتها دول أوروبية. هو هنا عايز يفعل أو يحل محل الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية، ويكون يعني النظام المالي والنظام التجاري العالمي أو التجارة الدولية بتاخد منحنى جديد وفترة جديده ولاعبين جدد في الاقتصاد الدولي. بنلاقي انه في قطبين في الاتجاه الشرق، روسيا والصين في اتجاه، والولايات المتحده الامريكيه واوروبا في اتجاه.
وبالتالي هو الصراع أصبح على السيطرة على المعاملات التجارية الدولية وهيمنة أي من العملات الدولية على التعاملات خلال الفترة المقبلة. ده كمان هيبقى ليه انعكاسات على دور المؤسسات الدولية في التمويل بعد كده للدول، لأنه بعد يعني مع بوادر انتهاء الأزمة هتصبح أنه في دول عندها مشكلة كبيرة جدا مالية تمثلت في زيادة المديونية بتاعتها، وبالتالي هتحتاج مزيد من الدعم الدولي. وفي الحالة اللي زي كده هتلجأ إلى الصندوق وهتلجأ إلى البنك الدولي، وفي الحالة اللي زي كده لو تراجع دور الدولار هيكون البديل ليه هو العملة الروسية وكمان العملة الصينية. طيب دكتور فرج، أريد العودة معك إلى النقطة المتعلقة بالنظام بديل سويفت أو الاس بي اف اس. لو تحدثنا أن هذا النظام الاس بي اف اس هو منقلب الطاولة في هذه المعادلة وأن العقوبات لم تكن فعالة بالشكل الكامل، لماذا الآن الدول الأوروبية الولايات المتحدة تدرس فرض مزيد من الحزم أو حزم عقابية جديدة على روسيا؟ أعتقد هي ما زالت يعني العقوبات الأمريكية الأوروبية تجاه الاقتصاد الروسي ما زالت في مأزق نتيجة للتحوطات اللي خدها الاقتصاد الروسي منذ سنوات. التحوط ده ما جاش في اتجاه أنه بيعمل إجراءات زي نظام البديل لسويفت، ولكن التحوط كمان جاء في أنه يجبر بشكل غير مباشر الاقتصاد الأوروبي أنه يعتمد عليه في الطاقة، وبالتالي المعتمد على مدخلات الإنتاج بشكلها الكبير سواء معادن أو مواد خام أو حتى الطاقة هو اللي يقدر يسيطر، لأنه في الحالة اللي زي دي يعني تقليل مدخلات الإنتاج تعني مزيد من التضخم، ومزيد من التضخم يعني مزيد من زيادة تكلفة المعيشة والضغوط على السياسات المالية في الاتحاد الأوروبي. عشان كده كان الاتحاد الأوروبي بيتكلم على أنه أن السياسات النقدية قادرة على السيطرة على المعروض النقدي، لأنه هو ممكن يمول تمويل تضخمي. في الحالة اللي زي كده هيحصل مشكلة أكبر وتحصل أزمة كبيرة وتفقد العملة جزء كبير من قيمتها. المشكلة كمان في الصراع الدائر العالمي ده، وخصوصا في نطاق السياسات المالية والسياسات النقدية بالتحديد، بيدخل العالم والاقتصادات الناشئة في أزمة كبيرة جدا، لأنه الاقتصاد الكبير زي الولايات المتحدة الأمريكية وزي أوروبا وزي الصين وزي روسيا بتمثل نسبة كبيرة جدا من حجم الاقتصاد. احنا بنتكلم على حجم الناتج الإجمالي للعالم كله بيتراوح في حدود الأكثر من 85 تريليون دولار. بنتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية تعادل ما نحو 22%. نتكلم على أوروبا، الاقتصاد الأوروبي كله في حدود 17 أو 18%. بنتكلم على الصاعد الصيني بنسبة لا تقل عن 15 أو 16% ومعدل الزيادة فيها عالي جدا، وسيطرته على الاقتصاد العالمي أو التجارة الدولية كبير، والتجارة الدولية سواء لأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الصين، وفي الوقت الحالي لصالح روسيا. وبالتالي زيادة المعروض النقدي عن طريق يعني أنه هو يواجه الضغوط المالية على الموازنات العامة وبالتحديد أوروبا ممكن يصدر المزيد من الأزمة للدول العالم كلها، وبالتالي ممكن تفقد نشوف بعض الدول يعني نقدر نقول دكتور أشرف في النهاية إذا كان الغرب متضامن مع الولايات المتحدة يمتلك لربما أدوات ضغط على روسيا، فروسيا أيضا تمتلك أدوات ضغط متعلقة بالطاقة. على كل حال دكتور فرج عبد الله، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. دكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.